أكيد أكيد نار الله تختلف عن نار الشيطان. هسا اعتبر نفسك شجرة وخلي حرقك نار الله. نار الله بس تحرق المناطق اليابسة الخضرة تعوفها. النار ما تقدر على الشيء الأخضر، الشيء الطيب، الشيء اللي بيه نعمة، ما تحرقه. الله يريدك بصلاتك تاخذ نار ناره وتحرق كل الأفكار الموزينة. أنت شجرة حلوة، أنت شجرة الله، وهاي الشجرة مثل ما يقول مزمور الأول يقول منصوبة عند مجاري المياه. هاي الشجرة الله ما يريدها تكون مشوهة بأغصان يابسة، يريد كل أغصانها وأوراقها بأوانها. الغصن اليابس هو أفكارك اليابسة عن نفسك وعن الآخرين، هي علاقات علامة استفهام عليها، هي أفكار، هي خطايا بين قوسين مسويها عادية بحياتك وتمارسها، هي الكرامة مالتك والأنا، هي ظنك بالسوء على الآخرين. هاي مشكلة كبيرة اليوم. أنا واي ناس يجوني، هذا أبونا فلان يراقبني وفلانة تراقبني، إيش هالأخصان اليابسة هاي؟ أنا إذا غصن، أنا إذا شجرتي يم الله، الله هو فلاحي، الله ويقصقص. بس نار الشيطان لا، تبدي من الجذور، يريد يحرقك من جذرك. ولهذا قديس بولس يصبرنا في رسالته إلى الرومية الإصحاح الثامن آية 28، يقول كل شيء بهالدنيا، خير شر أذية شو تريدون، ناس ما تحبكم، ناس تحكي عليكم، ناس راقبكم، كل هذا الخير اللي يحبون الله. حتى الشر اللي أنت تسوي وتوقع به وخبرات قديمة قد تدخل ضمن إطار شفاءك، بس تعلم أنه ترتبط بالله وتمتد نحو السماء. لا تباوع الناس، لا تضيع جواهرك، لا تضيع ممتلكاتك السماوية أمام ممتلكات أرضية راح تعتق. شوف إيش قد كتلت روحكم على بيوت وحصلت البيوت وجاك فرح وجاك سعادة، بس السعادة راحت. ردتي وردت سيارة وجدتك سيارة، ردت فلوس ورحت سويت اللي سويته وصار عندك فلوس، بس أشوف الدمعة بعينك، أشوف بعدك أنت متمرمر، أشوف الأمور الخارجية ما غيرتك، سوتك بلحظات فرحان، بس كذب. أنت فرحك ما هو من هاي، فرحك هو فرح سماوي. إيش ده تضيع أفراحك مقابل أفراح سخيفة وواهية وما راح تأخذها وياك من تموت. أعمالك هي أفراح تأخذها وياك، بس فلوسك إذا تجمعها بشكل غير شريف هاي راح تأخذها وياك، هاي راح تغزو بيها الفردوس. فديوم واحد هو عايش ويا أمه، فمتعلق هواية بأمه وأمه متعلقة به، صار عنده شغل ببلاد بعيدة، فكان لازم تحضر له جنطة السفر، فحضرت له جنطة كبيرة وده تبكي، وخلت له بالجنطة، خلت له كيس هالكبراته أسود وشادته من فوق، تتحسسه هو عبارة عباك عن حجار جوزم خليت له، قالت له هاي هنا همين. المهم هو دايم دا يمشي بالطريق، الدنيا ليلت وهو قام يخاف، وكان أكو نهر قدامه وقعد هناك حتى يرتاح ويقضي الليل. فش قد ما الأفكار اجت براسه والملل، قام شال هذا الكيس فتحه وقام يأخذ منه ويشمر بالنهر بس حتى شوية يطلع من الملل اللي عنده. المهم هو دا يشمر نام، قعد فز الصبح شابيده اخر حجاره، ايش طلعت؟ ها مو حجاره، طلعت جواهر امه. خليت لامه كل الجواهر اللي جمعتها كل حياتها دا تشتغل، خلته بهالكيس الاسود. قالت خاف ابني يوقع بمصيبه بمشكله ماديه يسويهم فلوس ويصرفهم. فهو ما يدري بسبب ملله ضجره ما يعرف شو يسوي، ما تحسس انه هذول جواهر وقام يشمر بيهم بالنهر. اليوم أنا خايف كنيستنا شعبنا مجتمعنا هيك دا يعيش، دا يشمر كل جواهره
بنهر العالم ونهر الحضارة، الجسد جوهرة، النفس جوهرة، الروح جوهرة، كلها دا تنشمر بحجة شنو؟ بحجة الإنسان يكبر، يصير عنده فلوس. اليوم نتعلم شيء واحد من يسوع من يقول الباب الضيق، بأنه دير بالك يا إنسان، خلي بالك المسيحية مو سهلة، المسيحية راد لها هواية شغل، وبنفس الوقت دير بالك، لأنه يسوع يقول بالنهاية أن الباب راح ينسد. فإذا يوم بعد يوم الباب شوية شوية راح ينسد، فخلي هاي الفترة تكون هي فترة تعيش بها بالنعمة، حتى يكون عندك قدرة حتى تدخل وتلحق وتقعد بالوليمة السماوية. فاليوم لا تركزون على الخيرات الأرضية، ركزوا على خيراتكم السماوية، ودائما من تقعد من الصبح احمد الله على هالنفس اللي يصعد وينزل، اقرأ كتاب مقدس، تعال خذ قربانك وبس، غيرها صدقني إذا تضحك على روحك، لأنه كل شيء خارجي هو للجسد، وكل شيء للروح هو روحاني ويقود إلى السماء. فخلونا نكنس فوق أعمال الرحمة، أعمال الفرح، وكافي عاد من الأرضيات اللي بين على وجهنا وعلى عيوننا وعلى إيدينا وعلى رجلينا. لحظات صمت نتأمل بحب المسيح.